يلا بينا نتكلم عربي. ابعت لنا رسالة على 91.9 أو اكتب لنا على صفحة الراديو 90.90 على فيسبوك. بتكتب بعربي ولا انجليزي ولا فرانكو في حياتك على السوشيال ميديا؟ بتستخدم أنه لغة أكتر؟ إيه الأسهل لك؟ إيه يعني بتحس أنه بيوصل أسرع؟ بتكتب عربي، انجليزي، فرانكو؟ طبعا يعني يعني عايزين نقول ان مبادرة تتكلم عربي كان ليها فعاليات كتير، ولسه كمان ليها فعاليات اكتر اكيد في الفترة الجاية. التطبيق اللي تم اطلاقه اواخر شهر مايو اللي فات، والحقيقة انه كمان في مجموعة من الفيديوهات او الفقرات بعنوان بالعربي كده، يمكن الفقرات دي شاركت فيها وزيرة الهجرة، وبتكون مع يعني الاطفال او يعني اولادنا بقى المصريين اللي عايشين في مصر، واكيد يعني هيكون في كمان من اللي عايشين في الخارج. عشان كده يا رضوى سؤالنا النهاردة عايزين كل الإجابات تيجي عربي، يعني عاوزين بس كده نشوف كده الرسائل كلها عربي عربي عربي، يعني محدش يختار انجليزي أو فرانكو. يا ريت يا رغدة. ويمكن الحقيقة أنه فكرة أنه يعني المصريين في الخارج أو ظروفهم اضطرتهم يرجعوا مثلا مصر مؤخرا، بتبقى أولادهم عندهم صعوبة شوية في ان هم يتكلموا عربي، عشان كده المبادرة بكل فعالياتها بيتم توجيهها ليهم. يمكن دور أولياء الأمور مهمة قوي يا رغدة، إن هم يساعدوا الولاد إن هم طبعا يتكلموا عربي وينزلوا التطبيق ويشجعوهم عليه. جدا جدا. وكمان الوزارة كانت طول الوقت بتتواصل مع الأمهات والأباء عشان تعرف إذا كان التطبيق الجديد اللي نزل الشهر اللي فات، تطبيق موبايل اتكلم عربي، مناسب للأطفال ولا لأ، يا ترى فعلا بيستمتعوا هم بيتعلموا عربي ولا لأ من خلال التطبيق. عشان كده معانا دلوقتي على التليفون أستاذة غادة طايل. ويمكن أستاذة غادة هي والدة تقي، وتقي يعني كانوا هم عايشين برا مصر ورجعوا مصر من سنة، فهي بقى في رحلة تعليم تقي للعربي. فتعالوا بقى نعرف أكتر من أستاذة غادة معانا على التليفون. مساء الخير يا أستاذة غادة. مساء الخير. مساء الفل. أولا اسم تقي حلو قوي جدا، مين اللي اختاره؟ شكرا. مين اللي اختار؟ أنا. حلو قوي، اخترتيه ازاي؟ دايما كده بيبقى فيه حيرة في اختيار أسماء الأولاد، فاخترتيه ازاي؟ هو اسم فعلا الحقيقه يعني كان مختلف، وانا كنت عارفه وانا صغيره كنت اعرف حد اسمه تقي، كنت دايما الاسم ده بيلفت نظري، يعني بحس انه اسم جميل كده ومختلف ومعناه حلو كمان قوي ونادر، يعني اسم نادر، مش كل الولاد أوي اسمهم أوي. تقي. ايوه. انا حتى في الاول لما سميت الاسم ده، وهو انا عندي ولد اكبر، ف كان نفسي سمي الكبير هو الاسم ده، وكان بابا مش يعني كان مستثقل الاسم شويه، بيقولي بس ده اسم كتير. فنجحتي في المولود الثاني واخترتي اسم باللغه العربيه، يعني أيوة. ده لايق بقى مع مبادره اتكلم عربي اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. عايزين نعرف بقى الرحله. هي احلى حاجه كمان ان الاسم ده انا كنت قلقانه جدا يعني انه يتنطق مش صح، يعني لان الناس بتقراه تقى وبالذات بالعربي. فانا الحاجه الظريفه ان الاجانب بقى بينطقوا الاسم تقي كويس جدا، لان هم مكتوب بالانجلش بيتكتب بالكيو، فهم بينطقوها فيها قاق كيو. ايوه يعني صح، حلوه قوي، قاف احسن من المصريين يعني او العرب عموما، فدي كانت حاجه لذيذه جدا. دي مفاجاه يعني. تخيلت انه بالعربي اسهل فطلع كمان بالانجلش بيتنطق صح. لا بالظبط، بتبقى حلو جدا جدا، بيبقى فيها طبعا اكسنت شويه كده بطريقه النطق، بس فيها قاف يعني بيطلع صح. بيطلع صح كده. احكي لنا بقى عن رحله اتكلم عربي مع ولادك. هو الحقيقه انا كنت طبعا يعني احنا كنا قاعدين بره مصر لمده 8 سنين تقريبا، فانا كنت مهتمه جدا ان هم يعني ما نفقدش العربي يعني. فيمكن ساعات بحس ان الناس اللي بتتغرب او بتسافر تبقى اكتر مهتمه اكتر ان هي تحافظ على اللغه بتاعت ولادها وان هم يفضلوا يكلموا عربي كويس. طبعا كنت بذل مجهود جامد جدا واحنا بره مصر ان هم بيروحوا مدرسه عربي مره في الاسبوع، وكنت بهتم قوي بحته ان في حد بيجي يساعدهم كمان في البيت برضه بيهتم بموضوع احنا مسلمين، فكنت بهتم بحته العربي والقران يعني ان هم يتعلموه برضه. يعني واول ما جينا هنا مصر برضه من مكملين، هي طبعا هي كلغة اللغة بتاعتنا لغة يعني تقيلة كمان، فهم يعني اللي مساعدني هنا بقى في مصر كمان احنا الحمد لله ما رجعنا، هم بقوا سامعين اللغة اكتر، فعارفين يعملوا لينك ما بين اللغة وما بين اللي هم الحروف بقى والدراسة. في الاول هم ساعات كانت بيعرفوا يقروا كلمة بس مش بيفهموها، يعني هم عارفين النطق بس مش فاهمين معناها.
بس مش عارفين بالظبط، مش عارفين يفهموا معناها، لان هو مش حواليهم، اللغه مش حواليهم. فانا مبسوطه ان الحمد لله ان احنا ما اهملناش الحته دي واحنا عايشين مش في مصر يعني. ولما جينا هم عارفين شويه بقى يسمعوا اكتر ويعني ويشوفوا الدنيا، فيتعاملوا بقى اكتر مع الناس اللي حواليهم. بالظبط بالظبط كده. طيب والتجربة بقى مع المبادرة يعني ازاي عرفتوها وازاي تقي شارك فيها؟ هو احنا صراحة عرفناها من اصدقاء لينا يعني. وهي بصراحة المبادرة يعني قد ايه هي فكرتها حلوة، وطريقة كمان يعني اختيار الناس اللي تظهرها وتتكلم عليها. عارفة لما تحس انك تتفرجي على حاجة كده وفخورة بيها وحاسة انك انت فرحانة بطريقة الألوان الجميلة وبالكلام الحلو المنظم يعني أنا صراحة لما عارفة لما تبقي بتتفرجي على حاجة كده. أنا اليوم التصوير ده أنا كنت عندي حالة يعني بمكان البيت السحيني بالجو اللي هم يعني دخلونا جواه كده، كنت حاسة ان انا فرحانة ببلدي. احنا بس عايزين، هستأذنك يا استاذ غادة، عايزين نوضح يعني لكل اللي بيسمعونا ان تقي شارك مع معالي الوزيرة في بالعربي كده، ودي كانت فقرة مصورة في بيت السحيم. بالظبط كده. عارفة لما تحسي انك انت، انا في اليوم ده عارفة طايرة من الفرحة كده، حاسة انك انت فخورة انك رجعت بلدك، وفخورة انك انت بلدك مهتمة بحاجة زي دي. وقد ايه هي حتى كمان دكتوره نبيله لما قعدت مع تقي، ويعني هو اليوم ده بالنسبه له اي ثينك ان هو مش هينساه ابدا يعني. عارفه يوم جميل كده بطريقتها، بطريقه ان هي يعني شخصيه متواضعه جدا، وبتحاول ان هي تدخل معاه في الكلام وتفهمه حاجه بالراحه. بتعرفوا الاعياد والمناسبات المصريه والمشروعات والاثار. والاثار وطريقه الشرح كمان والمبسط يعني، طريقه تبسيط الكلام، وان هو حتى ما كانش فيه رهبه لليوم يعني حقيقي. حتى هي في الحلقه الاولى بالعربي كده غنت ما شربتش من نيلها كده يعني كوبليه صغير كده، كان حلو قوي 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 قوي. هي يوم ده فرق معاه قوي، وكان يعني كنت حاسه ان هو، مع ان هو يعني انا اقول لك على حاجه، هو خجول جدا، فان هو يبقى قاعد مرتاح وعارف يتكلم ويعني ما فيش اي تكليف كده، ده كانت حاجه جميله جدا. وقد ايه هي فرقت معاه هو، وفرقت معاه ان هو يعني عرف حاجات كتيره قوي، معلومات كتيره قوي في اليوم ده، وابتدى يرتبط فعلا والله يعني دي حقيقه، انه ابتدى يرتبط ان ايه ده، هو انا دي ليها قيمه كبيره قوي ان انا ابقى بتكلم لغه بلدي يعني طبعا. مش ان انا بالذات، ان انت عارفه طبعا هي حته ان هو يبقاش عايش هنا، وان هو كمان الانجليزي بيبقى فيه سهوله معينه كده في الكلام اكتر من اللغه العربيه يعني. فهو طبعا في اليوم ده كان حاسس ان هو يعني فخور بنفسه يعني، ان هو قادر يستوعب الكلام، يتواصل بالعربي. هم ادوا له الاحساس ده اللي عايزه اقوله يعني، هم وصلوا له احساس جميل ان هو يبقى فخور بالحاجه اللي هو بيحاول يعملها، او ان هو ازاي يقدر يتكلم باللغه بتاعته وكده، وان دي لغه الام وان هو يتكلم بيها. ف طبعا حاجه مهمه قوي، وان شاء الله يتكلم اكتر واكتر بقى يعني. احنا من خلال الفقره يعني معالي الوزيره وعدت تقي ان هو هيبقى معاها تاني، وهيبقى في تواصل تاني بالعربي، فنتمنى بقى نشوف ده قريب كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واحنا كمان مهتمين فعلا جدا بالحته دي، وتعرف طبعا عشان برضو الظروف اللي احنا فيها، فالمدارس ما بقت اونلاين اكتر، بس مع ذلك احنا برضو مهتمين ان احنا نكمل ان شاء الله المسيره دي، وفعلا الاولاد يبقوا اقوياء في العربي، ويبقى يعرفوا يبقوا بيقروا كويس ويكتبوا كويس يعني، ويكلموها كمان بوضوح يعني. طبعا عايزين نحييكوا على اهتمامكم طبعا يا استاذه غاده، ويعني سلمي لنا على تقي كتير. ان شاء الله. شكرا ليكم. واكيد هم بقى كاخوات بيتكلموا دايما بالعربي. بيبقوا كمان فرحانين قوي لما حد فيهم يقول حاجه كده ويبتدي يفهمها للي حواليه. ساعات كده بيبقى فيه كلمات كده بيحاولوا يشرحوها لبعض. في سباق اكيد ما بين تقي واخوه. احنا ما عرفناش اخوه اسمه ايه. اسمه حمزه. واخت اسمها مريم. ما شاء الله. سلمي لنا عليهم كلهم، وقولي لهم لازم يتكلموا عربي. ان شاء الله يبقى في سباق كده مين اشطر في العربي بينهم. ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا على وجودك معانا استاذه غاده طايل، ونورتينا، ويعني كان مهم قوي نعرف تجربه اولياء الامور يا رغده الحقيقه، يعني فكره ان اولادهم يبقوا بيتكلموا عربي بالتاكيد. يلا ما شربتش من نيلها. يلا بينا. يلا بينا.